جهزي لي العشاء. أمرك يا كبير أمرك. أنت طرشتي ولا إيه؟ فين الوقت؟ جاهز يا كبير. أمال في إيه؟ أصلي كنت عاوزة أقول لك حاجة كده. إيه؟ بص لي في عينيا يا كبير. خبر إيه ولا إيه؟ بص لي زين. أها. أنت مين مغمطيس ده؟ أنا بحبك قوي يا كبير. بحبك من كل معانيعي. وما اقدرش استغنى عنيك واصل. يلا عاد قول لي كلام حلو انت كمان. عيني بس انت عارفه اني بستحي يعني اتضيري شوي. ماشي يلا يا ابو الخير حضري لي الوكله ولا ايه؟ ها اللي حصل؟ ضربني بالبلغه. ايه ده؟ ليه كده؟ كان جعان وعايز ياكل. أكيد أنت عملت حاجة غلط يا هدية. إن شاء الله عدمك ما عملت حاجة غلط. أنا نفذت كل اللي قلتي عليه. أمال هو كده ضربك من غير أي تفاهم؟ لا هو قال لي اتدير الأول وبعدين شوحني بالبلغة. أوكي أنا فهمت النوع ده من الرجالة. النوع ده بيحب السربرايزز. أنا بقى أخليكي تعملي له ليلة فالنتاين عمره ما هينساها. ماشي. يا معلم قعدي هتفضحنا يا جسمي. انت عرفتني كيف وانا توه عنك يا معلم؟ ده احنا وشنا في وش بعض ليل نهار. الا انت ايه اللي جابك؟ مش قلت انك هتتزف؟ طب ما انت كمان قلت انك هتحط احمر وتقعد في البيت كيف النسوان وهتترقص كمان. انا ما جبنيش هنا الا شديد القهوه يا معلم. ايه مرتك بوزها شبرينك في البومه وقاعده قرفاك في حياتك ليل ونهار عشان موضوع الفالنتاين ده؟ ايوه لكن انت عرفت كيف؟ ما هو ده اللي جابني انا كمان يا ابو مخ ظلم. بس انا الموضوع قلب عندي صريخ ولطمه وليله ما يعلم بيها الا ربنا. قلت اخذها من قصيرها واندل اجيب الهديه وطاطي للريح. صح يا معلم ربنا يكفيك شر كده النساء. امين يا رب العالمين. يا دي زوير لا انا شفتك ولا انت شفتني. سامع جد؟ عيب عيب يا معلم سرك كبير يا معلم جعيدي. جزمه جزمه جزمه. سلام عليكم. ايه ده فزاعه؟ ايه المفاجاه دي؟ انا مبسوطه قوي انك جيت النهارده. صح صح مبسوطه. ايوه طبعا مبسوطه ان كل اهل المزرطيه جم النهارده عشان يحتفل بالفالنتاين. ربنا يفرح قلبك كمان وكمان يا ست شلي. هقول لك يا ست شلي عاوزه اجيب هديه. دي للجير فريند بتاعتك صاحبتك يعني؟ لا يا لسه ما بقيتش جيرل فريند اللي ماني ناوي النهارده يبقى لي. ناوي اهديها الهديه واقول لها وتقول لي والحديد ده. جريت برافو عليك يا فزع. دي مناسبه هايله عشان تعمل كده. اخترت حاجه؟ لا اختار ايه وانت سيده الاختيار الاولى. نجلنا انت حاجه وش القفص كده على زوجك الحلو. طيب هي بتحب ايه؟ هي عامله زيك كده هتحب المزازيك. طيب مش بتحب اي حاجه ثانيه؟ ما خبرش اصل انا ما اعرفش عليها حاجات كتير يعني لما هي عامله زيك كده. طيب انا هحاول اظبط لك حاجه على ذوقي. تحب الفها؟ لا تلفي ايه هقول لك دي كيف النسمه ما تشربش مخدرات. مخدرات انا اظرف لك هديه كادو. اذا كنت انت حابه تعملي كده لفها لي. تحبي معاها كارت؟ لا ده اكيد خط. You are a big donkey. ربنا يجبر بخاطرك. روح انت فزع دلوقتي وانا هعمل لك كل اللي انت عايزه. باي. السلام عليكم. احنا كده تقريبا خلصنا. بص هدايا زي ما اتفقنا عشا رومانسي كلمتين حلوين طلعي له هديه وانت بتقولي له ان very romantic way happy valentine. سوري بيبي. كل سنه وانت طيب يا احلى حاجه في حياتي. ولو ما تاثرش برضو اطلبي الطلاق على طول. تفي من خشمك طلاق ايه اللي قولي لي يا اشلي تفتكري الحاجات دي هتجيب نتيجه معاه؟
الحاجات دي بتجيب نتيجه مع اي راجل اصلا، بس انت كده ما تبقيش مقفله، فتحي فتحي. Life is beautiful girl. Okay؟ ماشي. Perfect. Let's go. صحيح ما تحطلوش الاكل كل مره واحده، لان مني واحده واحده. المهم يعجب فايده بس. ما تقلقيش. Good luck. You too. لا ده انا بس نسيت الموبايل بتاعي. بخ انت فزعت، بتعمل ايه هنا في اوضتي؟ لا 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 لا، كل عام وانت طيبه يا ست الناس. هابي فالنتاين دي. سو مين اللي قال ان الحريم هتحب المفاجآت؟ مش انت؟ طب انت عايز ايه دلوقتي؟ بصراحة كده يا ست شلي انتش غريبة، انت من يوم ما طليتي على البلد كيف البدر في السماء، وانا حالي بقي غير الحال. احنا مش الليل ولا النهار. ار يو اوكي؟ انت سخن ولا حاجة؟ لا يا ست الناس، دي صورتك اتفحرت في قلبي، ما عاد فارقش خيالي، دايما صورتك قدامي وانا باكل وانا بشرب وانا بزرع وانا بقلع وانا بلعب التليفون، صورتك دايما قدامي يا ست الناس. أنا استشلي. أنت إيه إنجز؟ أنا بحبك بحبك استشلي بحبك. أو ماي جاد فزاع، أنت فاجئتني. ده اليوم اللي كنت بحلم إنه ما يجيش. بص يا فزاع، أنا مش عايز أجرح مشاعرك، بس I got a boyfriend in America. وات؟ أنا مرتبطة. مرتبطة كيف يعني؟ متجوزة؟ لا مش متزوجة يعني، بس يعني أنا بحب واحد في أمريكا. بص ده لوكس. ده لوكس؟ من غير خلقات. لو عاد حب حقيقي صحيح كنت وقفت في وش الريح، كنت ما فتش قلبي جريح وسط النار. لو كان قلبك لساه بريء تحكم ظلمي كيف بريء، وتفوق قلبي لحاله غريق في التيار. اتحملت معك فوق طاقتي، كان اخلاصي هو خطيتي، كان احساس انك مش ليا صدمة حقيقي تقيلة عليا، كان احساسي بغدرك بيا كله مرار. لو حبيتني كنت تضحي، كنت ما تجرحنيش في عواطفي، كنت ما رحمتني لحظة ضعفي، كنت وقفت معايا بصفي وانا بلها. يا كبير قالي ساعة بنده عليك يا جلوس الطين، كنت عم تحلم ولا ايه؟ يا كبير بنهار. تنهار؟ تنهار؟ فين ستك هدية؟ يا كبير اخفي جوا، اخفي جوا، وانت اخفي من وجهي يا كئيب، وابقى علي دي حكاية. ايه يا ولي يا مخبل اللي انت لابساه ده؟ في رجاله معانا في الدوار. ما فيش غيرنا في الدوار يا كبير. ما الوجه فزاع كان هنا دلوقتي. هو غرفه داهيه يا كبير. نفض له عاده وركز معاي. انا محضره لك مفاجاه. باه. طب ايه قول لك عاد ان انا كمان محضر لك مفاجاه. طب قول انت الاول. لا قول انت الاول. تعدمني اللي انت قايل. ما تضايقيش خلق مالي يا ولي، لا اسفخ الكف افلقك نصين. طب تعال نخش الاوضه. المفاجأة في الأوضة؟ أيوة، بس غمض عينيك الأول. حريقي حريقي، ده أنا كنت محضرة لك ليلة ولا ألف ليلة، وكنت جايبة لك هدية وعملت لك عشوة عشان تعرف قديه أنا بحبك، بس كله راح. الهدية اتحرقت والأوضة ولعت والأحمر باظ. خلاص يا هدية ما تبكيش ما تبكيش. بس يا بنت قولي خلاص عاد خلاص. ايه ده؟ ماشي بنتي هدية، ما عاوزاش تعرف المفاجأة بتاعتي؟ ايه
جبت لك لعبة البوكس الجديدة. أنا مش مصدقة يا كبير. دي عشان الولطين؟ لا، دي عشانك أنت. ربنا يخليك لي يا كبير، إلهي ما يحرمني من دخلتك علي. مش هتسمعني حاجة حلوة عاد؟ والله أنا ما جهزتش، بس عشان خاطرك أنت والله. إيه يا كبير، أنت حتغني؟ بقول لك قول لي كلام حلو. أنا أقول لك آه، بس ديري وشك الناحية الثانية عشان بس تحكي. ماشي، حتضرب؟ لا. بحبك يا بقرة.